والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله، تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا داخل مصر وخارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق دمنهور بتاريخ 6/5/2023. اللهم صل على النبي. هراكم الأسعار العجول اللحم النهارده يا جماعة. السلام عليكم، عامل ايه يا معلم؟ صل على النبي، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. صل على النبي. السلام عليكم يا معلم، عامل كام العجل ده بصل على النهارده كده؟ النهارده الميزان ماشي كام والعجل عامل كام؟ والله ما نعرف الميزان ده، مفيش كده. كام العجل مع حضرتك ده النهارده؟ لا معمول 55. معمول ب 55. 55,000. في ارتفاع في الاسعار طبعا، ودي معروفه، العلب غالي، دي معروف غالي، طول ما في اسعار عاليه. ايوه طبيعي. ده النهارده ب 335. والسعر الان ماشي كام؟ ما سمعتش؟ السعر الان على 125 و130. 120 و130 البقر والجاموس 120. يعني اللي قصدك الجاموس 120 والبقر 135. ربنا يستر ويهون على اخونا. اللهم صل على النبي يا جماعه. النهارده السوق سيدنا محمد. السلام عليكم يا حاج، اخبارك ايه؟ مربي ولا تاجر حضرتك؟ لا تاجر. تاجر. السعر اللي ماشي كام النهارده؟ السعر اللي ماشي كام في الجاموس النهارده؟ قول 115. قول 115، وفي ناس بتقول 120، الله اعلم بقى، كل واحد بيقول على مزاجه. صورنا والله، صورنا احلى ناس يا باشا. السعر اللي ماشي كام النهارده؟ السوق راجع. لا السوق راجع، في كنه، في كنه، لان الفلاح سايب لغايه النهارده، فانت بالك في كنه في السوق. بس السعر ايه ماشي كام في الجاموس؟ اصل كله شاري، ما حدش هيبيع بخساره. ما حدش هيبيع بخساره. ما حدش بيبيع بخساره. ما حدش هيفرط في حاجه في السوق. صل على النبي. انا شاري عجل ب 48,000. واقف اهو. فين ده يا حاج؟ واقف على كام؟ واقف على كام؟ على 45. واقف على 45 بيخسر 3,000. بس مش باعين برضه، يعني رجعوه تاني. خساره 3,000 مش هينفع طبعا. مش هينفع. هتصبر لحد ما الدنيا تظبط ان شاء الله. الخير جاي باذن الله. باذن الله. باذن الله. ان شاء الله هيبقى اعظم وافضل من كده كتير. يعني السعر الان ماشي كام النهارده في الارضيه؟ السعر ماشي في الارضيه 120 130 اجتهادي حسب اللحم. 130 في الجاموس؟ في الجاموس؟ لا في البقر. في البقر؟ في البقر. طب والجاموس؟ الجاموس 110 115. 110 115. ايوه. ربنا يستر. ربنا يستر. العجل ما حضرتك ده يا حاج عامل كام؟ مصدق. لسه انا ده نازل دلوقتي. لسه نازل دلوقتي. نيتك فيه كام يعني؟ ان شاء الله كده. لا لا لسه هرمي الواحد بيقول لي كلام 165. واحد بيقول لك ب 65. لسه بدري عليه. قلت له لسه بدري عليه. عاوز اكتر، الله يرزقك يا عاج. في الاول وفي الاخر ربنا يحمل من اصحابه ويبارك في صاحب النصيب وصاحب المال. وعجل اللهم صل على النبي حلوه. السلام عليكم يا حاج. معانا برضه عجله من ارضيه برضه الصه. عامل كام يا حاج الاجل ده بالصلاه على النبي؟ ب 42,000. يا معلم ياسر، في اسعار ياما النهارده. بس انا شايف ان البيع والشراء كان كده والدنيا هاديه. الناس بتدرس غله. الناس بتدرس الغله. الله يرزقك يا حاج في الاول وفي الاخر. النبي معانا اضخم عجل. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. طن طن. سنه ده معلم كسر جزء. فصل باع بكام ولا لسه ما اتباعش؟ 130. الله يرزقك. 130 يا ابني، ياما برضه. هو يعدي الطن بالصلاه على النبي. عجل اهو. العجل ده يعمل له كام في نظرك كده بالصلاه على النبي يا معلم؟ في نظرك. بالصلاه على النبي. والله يا عم احنا بنشتغل غير بركه. انت راسي يدوم على اعلى الطريق. عامل ايه فلوس قد ايه؟ يعمل له فلوس قد ايه بالصلاه على النبي؟ 100 وحاجه. 100 وحاجه ايه يعني اللي هو قد ايه؟ ده يعني من 120 130 الف يعدي الطن ده 1000 ولا 2000. بس هتلاقي كسر كذا سنه، ده مش السنتين زي ما انت بتقول. اقل حاجه كسر 4 سنات. ربنا يسلم المصحف. اه عجله معانا برضو، عجله اضخم عجله. اه داره. امال المعلم فين؟ المعلم بس ما قلنا هنا. الصلاه على النبي اللهم صل. العجله يقول 105 بجد؟ يعمل 105؟ اه يعمل. نهار ابيض على الاسعار. كيف ده الوحش؟ الوحش ده اللهم صل على النبي. سوق دمنهور كله خير. عجل ده بيقولوا يا جماعه ب 105. ومعانا عجل مع الاداره بتاع السوق. ازيك يا حاج؟ اخبارك ايه؟ اللهم صل وبارك على سيدنا محمد.
عامل كام العجل ده؟ يعمل فلوس قد النهارده؟ 22 يتباع والشراء فيه 75. سنه ايه؟ ها؟ كسر ولا لبانه؟ تقول ايه؟ كسر جوز. اللهم صل على النبي. يا جماعه 105 وزي ما سمعتوا كده السعر ده. امال العجلين دمك يعملوا كام بس؟ انا عامل كده الوحوش دمك يعملوا فلوس قد ايه؟ 240,000. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ربنا يملك لسان النصيب. بس السوق النهارده خفيف في البهايم. طبعا الفلاح في الارض والكلام ده معروف. طبعا خد لك اسبوعين ثلاثه كده لحد ما الفلاح ينزل السوق تاني. على الناس تخدر كده ارضها وربنا يبارك. والله بنحاول يا جماعه نجيب لكم كل حاجه على الطبيعه. مرات السوق فيه اسعار ياما النهارده، ربنا يسترها. ربنا يسترها والله. السعر اللي ماشي كام النهارده؟ السعر معاك لحد 140. لحد 140؟ لحد 140 جنيه. يعني في 130 و135 و140 حسب اللحمه. حسب نظافه اللحمه في اسعار ياما. على فكره انا بحس كده طول ما البهايم خفيفه في السوق تم في اسعار مولعه. وانا شايف النهارده البهايم خفيف فعلا في السوق والعقود خفيفه. السوق بيجيب لسه. بس مفيش يعني ساعتين زمن ولا ساعه ونص ولا المغرب هيدا خلاص خلصت. ربنا يصلح. خلاص ماشي، ربنا يصلح لكم الحال. امال ده بكام؟ فوق ال 80,000؟ ها؟ فوق ال 90,000. ربنا يستر على الحال. بس هتلاقي كسر ده. كسر جزء اقل حاجه. ربنا يستر. ما شفتكش في صباح حمص النوبه اللي فات. انا كنت هناك وما لقيتكش يا عم حمدي. رحت وما لقيتكش. الله يعينك، كل الناس في الارض اللي من ضمك فعلا. معاك ده؟ اه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بكام ده يا عم حمدي؟ الف ده يا عم 39 و200. 39 و200. واللي جنبه ده بكام؟ واللي جنبه ب 7.5. 37 و500 جنيه. السعر اللي ماشي كام يا عم حمدي؟ نعم. السعر اللي ماشي كام النهارده؟ 120. اه بس بعد الباب بعده 100 كام؟ 125. مفيش 130 دي خالص؟ في 130 ولا مفيش؟ 130 في؟ ومية في ب 135 فعلا؟ الانواع ديت ب 130. دي اللي 130. كل ما تعلي في السعر هتلاقي اجل. يعني في كل حاجه لحد 140. لا ما فيش حاجه 140، في لحد 130 اللي ماشي، و 140 برضه بس مش عندنا هنا. احنا في 140 بس مش موجود هنا. السايب، العجل السايب النظيف. ودي بكام يا عم حمدي؟ دي بكام؟ 7.5. 37 و500 جنيه؟ اه. اللهم صل على النبي. اوزان 200 وحاجه ده؟ دي 200 اوزان 200 وحاجه. ده هو اللي 290. 290. انت وزنته؟ وزنينه. وزنين ده؟ اه. رقم تليفونك يا عم حمدي؟ 011 563 163 بالصلاه على النبي. عاوز يا عم حمدي يا جماعه اتصل عليه. متواجد على تليفون سلطان منهور وابو حمص وجامع الاسواق وكفر الدوار وبيروح كل الاسواق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.